حفل اختتام الدورات الصيفية في منطقة النهروان للفتية والفتيات لدورته الخامسة على التوالي. سألنا الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل البسيط. والآن مع الكلمة الترحيبية لتجمع فجر الثقافي يلقيها على مسامعكم الشيخ سعد البهادلي، فحيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باسم منطقتنا منطقة النهروان المباركة وباسم تجمع الفجر الثقافي نتقدم بالشكر والامتنان إلى ضيوفنا الكرام والقادمين من العتبة الحسينية المطهرة من أنفاس أبا عبد الله الحسين، فنرحب بهم أجمل الترحيب ونقول لهم أهلاً وسهلاً بكم أيها الحفل المبارك وأيها المشايخ والأجلاء من سماحة الشيخ فاهم والسيدان الجليلان والوفد المرافق لهما، فنقول لهم أهلاً وسهلاً وجزاكم الله خير الجزاء وتحملتم المشاق والمتاعب في السفر، فأهلاً وسهلاً بكم. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن في هذا المكان المبارك في منطقة بغداد وبالخصوص النهروان يقيم تجمع فجر الثقافي بإشراف ورعاية العتبة الحسينية المباركة هذا الحفل المبارك واختتام هذه الدورة الصيفية لهذا التجمع المبارك. طبعا هذا التجمع كما عهدنا به أنه هذه الدورة الخامسة المتتالية للدورات الصيفية من أبنائنا من فتيات وأولاد ذكور. طبعا تضمنت هذه الدورة الصيفية عدد كبير من أبنائنا في أبناء منطقتنا، حيث تضمنت ما يقارب 600 أنثى من البنات، 500 هذا عدد ليس بقليل، وأيضا كذلك من الذكور ما بلغ عدد الذكور 550 شخص من أبنائنا الأعزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا المذهب وتعليم أبنائنا من الدورات، وكنا الدورات هذه الصيفية تضمنت الدورة الفقهية والأخلاق والسيرة النبوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إن شاء الله وإيانا إن شاء الله لخدمة هذا المذهب المبارك ببركة محمد وآل محمد. أحسنت سماحة الشيخ. علي رابع لا دخلوه الأربعين، علي رابع لا دخلوه الأربعين، وين ما تخلوه علي ظل حيدره، على الأول نجي نعد من الأمام وبالأخير يصير نحسب من ورا، وعلي يفرح من تخلوه بالأخير، علي قضى عمره يهوى الآخرة، علي قضى عمره يهوى الآخرة، علي يم قبره الزلم تلزم سرة، وين ما تخلوه علي يبدي الصراط، منين ما تخليها تبدي المسطرة. أنا وأنتم وكلمة وفد العتبة الحسينية المقدسة مركز الثقلين الثقافي قسم الشؤون الفكرية يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ فاهم الإبراهيمي، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، باسمي وباسم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المتقدسة والمتمثلة بسماحة المتولي الشرعي سماحة الشيخ العلامة عبد المهدي الكربلائي دام عزه، ننقل لكم السلام والدعاء، وكذلك ندعو للأخوة القائمين والأخوات القائمات على هذا البرنامج، على هذه الفعالية الرائعة
على هذه الفعالية التي أدخلت السرور على قلب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة، إن هذه الدورات وما تسمى بالدورات الصيفية هي بتوجيه مباشر من سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسين السيستاني دام الله ظله الوارب، حيث انطلقت هذه الفعاليات لغرض نقل معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى أبنائنا وإلى بناتنا العزيزات. أولادي الأعزاء، بناتي الكريمات، أخواتي الأستاذات، أخوتي الأساتذة، طبعا ندعو لكم تحت قبة سيد الشهداء بالتوفيق والسداد على هذه الجهود المميزة التي بذلتموها لغرض أن يظهر هذا الحفل التخرج بهذه الصورة الرائعة. كما نتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى جناب الأخ كرار الساعدي الذي أفنى كل وقته والكادر الذي معه جزاهم الله خير الجزاء، الأخوة جميع الكادر بهذه الجهود الاستثنائية. أحبتي، بهذه الجلسة قد أفرحتم قلب صاحب الزمان سلام الله عليه، ونقول له يا صاحب العصر إن لك في النهروان جنود مجندة، إن لك في النهروان لك قادة من قادات النسوة. حسب الروايات المستفيضة عن أهل البيت هنالك 50 امرأة أو 50 امرأة هي تكون من قادة جيش الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإن شاء الله تعالى لكم التوفيق جميعا لهذه الجهود الحثيثة. كما نشكر العوائل الكريمة، العوائل التي أرسلت أبنائها إلى هذه الدورات المميزة، ونشكر جميع القائمين. كذلك نشكر القوات الأمنية لحرصهم الشديد على توفير الأمن والأمان لكم. وكما نتوسل إلى البارئ عز وجل أن يديم هذه النعمة، نعمة الولاية عليكم، سيما ونحن وإياكم نعيش أيام ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولاية الغدير. هذه المناسبة العظيمة التي الله سبحانه عز وجل خاطب نبيه الأعظم، النبي أكثر من 23 عام خدم الإسلام، وإذا بحجة الوداع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تبلغ، يعني بمعنى إذا ما تبلغ لن تبلغ رسالة، كأنما رسالتك لن تصل يا محمد. فبلغهم بتنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام. هنيئا لكم هذه الولاية أيها الأحبة. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. كما نود أن نشكر الأخوة الكوادر الإعلامية، الكوادر المميزة حقيقة، جميع القنوات بجميع مسمياتها، شكرا لكم على تغطية هذا الحفل البهيج. ونحن وإياكم طبعا سنستمع إلى ب15 دقيقة من سماحة الدكتور فرج الحسيني إن شاء الله تعالى ليلقي علينا ما بجعبته. نتمنى لكم التوفيق أيها الأحبة. سبق وأن تم التنسيق مع جناب الأخ كرار على رحلة إن شاء الله، رحلة تبليغية من النهروان وإلى مدينة أبي عبد الله الحسين، مدينة أبي الأحرار. سيكون إن شاء الله انطلاقة إلى العمل من جديد إن شاء الله تعالى. وأبلغكم سلام سماحة الشيخ رائد الحيدري رئيس قسم الشؤون الفكرية. شكرا إلى الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه سماحة ممثل المرجعية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه
أن تفتح هذه الدورات، دورات الصيفية، وعلى مستوى العراق جميعا كافة محافظاتنا العزيزة. واليوم نحن في ناحية النهروان، حيث تم اليوم عقد حفل اختتام الدورة التي اعتنت بأبنائنا وبناتنا لغرض إيصال الفكر المحمدي الأصيل، وعلى مدى 60 يوما وعلوم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلى هذه الشباب وإلى الشابات، وذلك حسب التحديات المعاصرة لابد أن تأخذ العتبة الحسينية دورها المميز في نقل معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يخفى عليكم كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. واليوم وبحمد الله تعالى اختتمت هذه الدورة الكبيرة، وهنالك دورات عديدة سوف تفتتح قريبا إن شاء الله في كافة المحافظات. شمس فضلك، شمس طيبك، شمس بيك الإنس من شافتك قالت شمس بيك. شمس فضلك، شمس طيبك، شمس بيك الإنس من شافتك قالت شمس بيك. علوم تظلم عاين شمس بيك، نورك وصل فوق من الثريا. أنا وأنتم وكلمة الدكتور فرج الحسيني من العتبة الحسينية، فحيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأخيار الميامين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله أيامكم في ذكرى عيد الغدير الأغر، وجعلنا الله إياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. وحب آل البيت من معالم الإسلام الحنيف، حتى أن الإمام الشافعي له أبيات من الشعر يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. القرآن الكريم في سوره الممتدة من الفاتحة إلى الناس ضم بين الدفتين 114 سورة موزعة على 6666 آية، تناول فيها الأزمنة، تناول في أكثر من 800 آية الأحداث الماضية، وتناول بآيات تربو على 3000 آية على الزمن الحاضر، وجعل هناك آيات قرآنية إلى مستقبل الدعوة الإسلامية. والقرآن الكريم كان دائماً عندما يشير إلى الماضي كان يشير إشارات عامة ويعطي خطوط عامة، ولكن عندما يشير إلى آيات الحاضر وإلى آيات المستقبل نجده يقف عند أدق التفاصيل. والسبب هو أن الله تبارك وتعالى أراد للناس أن يستفيدوا من الماضي حتى ينتجوا للحاضر والمستقبل، كما أننا اليوم في هذه الدورات الصيفية عندما نزرع هؤلاء الشبان وهؤلاء الفتيات نزرعهم إلى المستقبل حتى نجني مستقبل سعيد ومستقبل آمن من التطرف الفكري ومن الانحراف الفكري
نحن اليوم هذه الدورات إنما تساهم بإيجاد مجتمع صالح، بعد أن نربي الإنسان الصالح والفرد الصالح نحول هؤلاء إلى مجتمع صالح. هذا المجتمع باستطاعته أن يوحد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه نقطة مهمة يجب علينا أن نلتفت إليها، وهي أن نفكر إلى المستقبل. على العوائل الكريمة أن تفكر بأبنائها من الآن كيف مستقبلهم الإيماني، كيف مستقبل أوطانهم. علينا أن نربي هؤلاء التربية الروحية والتربية الفكرية حتى نستطيع أن نبني وطننا. اليوم بلادنا محتاجة إلى أبنائها، كفانا نأتي بعمالة من الخارج. نحن اليوم إذا أردنا أن نأتي بأطباء لابد علينا أن نأتي بالأطباء الأجانب، وإذا أردنا أن نبلط الشوارع علينا أن نأتي بالمهندسين من الأجانب. لماذا؟ هل عجزنا عن تقديم خدمات إلى بلدنا؟ البلد بلدكم والوطن وطنكم. أنتم أيها الشباب الصغار عليكم من الآن أن ترسموا في أذهانكم ماذا تريدون أن تحققوا بالمستقبل. المسألة الأساسية على العوائل الكريمة أن تهيئ وتهيئ الأجواء المناسبة لهؤلاء الفتية في إيجاد روح الدفاع وروح التفاؤل لبناء المستقبل الواعد. عشنا سنين ظلامية كثيرة، وهؤلاء اليوم فيهم الأنوار تستضح حتى نضيء الطريق. الغدير، من أراد أن يتعلم من الغدير فعليه أن يتعلم من رسول الإسلام كيف عندما بنى الأمة الإسلامية كيف خطط إلى مستقبل الدعوة الإسلامية. وهذا ما يمتاز به، ما تمتاز به مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، منذ اليوم الأول للرسالة الإسلامية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسم طريق طويل بعيد الأمد حتى يستطيع الناس جيلا بعد جيل أن يصل إليهم الإسلام. نحن لولا الشهداء الكرام ولولا المضحين على جبهات القتال لما استطعنا أن نجلس هنا ونحتفي بهؤلاء الشبان. ربما العراق مر بعصفات فكرية من الشيوعية وإلى الإلحاد إلى فكر التطرف الداعش الإرهابي، إلى اليوم بحمد الله بدأنا نتنفس الصعداء. علينا أن نعمل بنظام الوقاية. نتمنى من جميع المؤسسات والمدارس الحكومية وبالأخص وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي، عليها أن تؤسس منذ اللحظة الأولى للشباب الصغار للذكور والأناث منهج ثقافي يبعدهم عن المناهج التطرفية والمناهج الفكرية. عاش العراق سنين مترامية، سنين طويلة في بغداد، فيه السني والشيعي والكردي والعربي والمسلم والمسيحي، عاشوا متآخين. لماذا بين ليلة وضحاها عندما دخل الاحتلال بدأنا نتقاتل فيما بيننا؟ بل بدأ الحال أننا نحقد على الطرف الآخر حتى من أبناء مذهبنا عندما يختلف معنا بجزئية بسيطة، في حين أن أمير المؤمنين صاحب الغدير يقول: الناس صنفان، أما نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين. فمن لم يكن أخونا في الدين فهو نظيرنا في الخلق. فهذه التجمعات تجمعات مباركة، وهذه التجمعات تجمعات ثقافية، وعلى الجميع أن يدعمها. ولشدة خطورتها سماحة السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف أكد على أن تكون هذه الدورات في كل قرية من قرى العراق وفي كل بلدة من بلاد العراق وفي كل محلة وفي كل ناحية وفي كل قضاء وفي كل محافظة، وجزاهم الله خير القائمين على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تديم علينا نعمة انتشار الإسلام المحمدي الأصيل بعيدا عن التطرف والإقصاء. كل الشكر إلى الدماء التي سقت البلاد حتى أصبح بلدنا آمناً.
كل الشكر والتقدير إلى المؤسسات التي أدركت خطورة الموقف فانتجأت إلى النجف فانتجت هذه الفتية التي توشحت بالبياض قلوبا ولباسا وشكلا ومضموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن بلادنا العزيز ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دائبة العتبة الحسينية المطهرة على إحياء المناسبات الدينية وإحياء الثقافة الإسلامية العامة من خلال فتح دورات صيفية إلى هؤلاء الشباب الصغار ذكورا وأناثا، واليوم هو حفل اختتام هذه الدورات في ناحية النهروان بمحافظة بغداد العاصمة. هذه الدورة كانت على 4 مناهج: تعليم القرآن الكريم وأحكام الفقه الإسلامي والأخلاق الأسرية والسيرة النبوية لأم الأطهار عليهم السلام، واستمرت هذه الدورة ما يقارب شهر كامل بأعداد غفيرة كما ترون الآن حول بالشاشة. وهذه الدورات كانت تحت عناية ورعاية العتبة الحسيني المقدسة، ومن خلال هذه الدورات يتم اكتشاف المواهب وأصحاب الذكاء الخارق، فيتم هؤلاء استدعاهم في دورات أخرى ثقافية مركزة حتى نولد حالة من الثقافة الإسلامية الأصيلة في المجتمع، بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الآراء غير الإسلامية الصحيحة، حاول إيجاد مجتمع إسلامي صحيح ناضج، مجتمع رسالي واعي. يا قاعد تشيله وين راح يصير؟ ثقل معصوم شايل ثقله مو لعب، سوى الكعبة ربك حتى بيها يصير، انولد بالكعبة حيدر فطر الكعبة، علم غير العراقي خاف كان يدوس، لذلك بالعراق مقضي كل عمره، لو قبل البلد ياخذ حذر ويفوت، خاف يدوس فوقه وينكسر ظهره. من ابداعات الاخ الطيب الشاعر حسين القريضة: انا وانتم وكلمه مركز فكر لاعداد القاده، يلقيها على مسامعكم الاستاذ حسين احمد عريبي، فحيوه بالصلاه على محمد وال محمد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد المصطفى المنصور المؤيد أبي الزهراء محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. باسم مركز فكر لإعداد القادة نقدم جزيل الشكر للقائمين على هذه الدورات المباركة التي تقوم بنشر تعاليم أهل البيت عليهم السلام وترسيخ فكر وعقائد أهل البيت عليهم السلام في هذه الشرائح المهمة. كما أسعد الله تعالى أيامنا وأيامكم بذكرى عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، إيمانا بأهمية ترسيخ الهوية الثقافية لأبناء هذا البلد، ومن ركائزها الأساس على ماذا تقوم الهوية الثقافية، الركيزة الأساسية للهوية الثقافية للفرد للمجتمع لأبنائنا لأبناء هذا المجتمع، هي قيم الإسلام وتعاليمه السمحاء، لا سيما أمام محاولات استهداف الإسلام كعقيدة وشريعة. في مضمون السؤال والجواب، السؤال الذي قدم بعد سقوط النظام البائد، الذي قدم من قبل صحيفة الواشنطن بوست لسماحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، وكان مضمون هذا السؤال: ما هو أكثر خطر يهدد أبناء هذا المجتمع؟ كان الجواب هو خطر طمس هويته الثقافية، والتي من أهم ركائزها هو الدين الإسلامي الحنيف، من أهم الركائز
التي تقوم عليها الهوية الثقافية. ولذلك باسم المركز كما قلنا سالفا نشكر جزيل الشكر قضية ترسيخ هذه الهوية الثقافية في أبنائنا. في من هذا المنطلق فإن البرامج الصيفية التي تستهدف هذه الفئات العمرية المهمة جدا، الفئات دون 18 ذكورا وإناثا، والتي تتناول الدروس في العقائد والفقه وسيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأخلاق الإسلامية، تأتي في نطاق تعزيز الهوية الثقافية لأبنائنا الأعزاء في مواجهة التحديات. ويؤكد مركز فكر لإعداد القادة على مساندته ودعمه لهذه البرامج المثمرة إن شاء الله تعالى، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون لا سيما في برنامج صناع المستقبل وبرنامج المبادرات المجتمعية التي تصب في هذا الاتجاه. كل التوفيق إن شاء الله تعالى، كل التوفيق للجهود الطيبة والمثابرة للشباب القائمين على هذه الدورات التي هي في الواقع محل اعتزاز وتقدير، سائلين المولى جلت قدرته أن يأخذ بأيدي العاملين إن شاء الله لما فيه الخير والصلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الدورات حقا ما هي إلا نموذج لهذا التعلم القرآني، والذي يشمل الفقه والعقائد ومعرفة محمد وآل محمد. وهذا حقيقة من جانب الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأولادنا، لأنه كلكم مسؤول وكلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول: وقفوا أنهم مسؤول. وهذا جانب للمسؤولية تجاه أولادنا وأبنائنا، أن نوقفهم على معالم دينهم وعقائدهم لا سيما عقيدة محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ صاحب العصر والزمان سيدي مولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأمة الإسلامية والشيعة خاصة والعراق خاصة بهذه المناسبة، ونشد على أيدي العاملين على هذه التجربة الرائدة الفريدة من نوعها على توعية هذه الشباب وهذه الأطفال وهذه الشيوخ والنساء على مبادئ الإسلام والمناسبات الدينية. والسلام عليكم ورحمة. أم بيها الشرط كنا اسم يشهق، أم بيها وهل معروف فاطم أم بيها. شرط كنا اسم يشهق، أم بيها وهل معروف فاطم أم بيها. بيها ومن ندور أم بيها 12 معصوم بالزهرة الزكية. أنا وأنتم وكلمة الدكتور مصطفى من مؤسسة عقيقة، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الأخوة الحضور جميعاً وحفظ الألقاب والمناصب، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم والأمة الإسلامية والحجة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف بهذه المناسبة، مناسبة عيد الغدير الأغر. نسأل الله جميعاً الثبات على الولاية إن شاء الله. إحنا كنيابة عن مؤسسة عقيقة، خادمكم الدكتور مصطفى فوزي، شاركنا مع الأخوة، طبعاً شكر جزيل للأخوة في تجمع فجر الثقافي الأخ كراء وجميع الأخوة والأساتذة المساهمين في هذا المشروع المبارك، مشروع الدورات التثقيفية الصيفية. شاركنا كدعم في محاضرات التوعية الصحية في هذه المهرجان، في هذه الدورات الصيفية تناولنا عدة مواضيع صحية مهمة يعني ابتدائية جميعنا مبتلين بها، من أهمية شرب الماء وأهمية حفاظ المحافظة على العيون من الشاشات الإلكترونية. هذه طبعاً موضوع مستجد ويعني مبتلى به الكبار قبل الصغار،
واكو ارقام رسميه من جهات منظمه الصحه العالميه ومن غيرها حول التاثيرات الصحيه لكل من هذه المستحدثات من التكنولوجيا وغيرها. جبنا ويانا هذه البوسترات هي عن التوعية الصحية اللي قدمناها للأولاد والبنات في هذه الدورات. شكرا جزيلا، شكرا لإصغائكم، صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت، بارك الله. أعرف أنك كريم وما ترد الضيف، قاضوا للحوائج لافة لثامك، واحجيهم حقيقة وما أجامل بيك، ما جامل يا حيدر موش قدامك، نجامل بالجمال نذكرك انت علي، حتى يصير أجمل نذكر جدامك، يشهد لك يا حيدر لسه هذا الليل، وتشهد لك يا حيدر حتى قمصانك، يا المرقع القميص وكل كتر بي لون، يا المرقع القميص وكل كتر بي خيط، يا الكاشخ بدينك مو بهندامك، يا الفارش شليلك للخلق والطير، وتاكل من شليلك حتى عدوانك، مرات القمر ينخسف وقت الليل، من توزع انت تريد ليتامك، اللي يجي لك اللي يجي لك لو هوى ما ترده فارغ باب، عالوا على الجبل طشيت افضالك، من شاعرها الى فتية تجمع فجر الثقافي وانشودة سلام يا مهدي، سلام يا إمام، حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. Thank you.